وصلت اليوم طائرة الخطوط الجوية الكويتية من مطار أبو ظبي وعلى متنها 60 مواطنا ضمن عمليات عودة المواطنين من الخارج. وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن تيسير 3 رحلات اليوم الجمعة لعودة المواطنين الكويتيين من إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وتحت إشراف وزارة الصحة. من جانبه قال نائب وزير الخارجية خالد الجار الله أن رحلات عودة المواطنين الكويتيين المتواجدين في الخارج ستتوالى تباعا بموجب جدول زمني تحت الموافقة عليه من قبل السلطات الصحية.